برحب بيك زميل عزيز ابراهيم عبد الجواد، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. انتهت مباراه الزمالك مع سموحه بفوز غالي ومستحق للزمالك بهدفين مقابل لا شيء، ليحقق الفوز الخامس على التوالي في بطوله الدوري وينفرد بصداره الدوري العام برصيد 60 نقطه. يسعدنا ان يكون معنا عقب هذا اللقاء مباشره امير مرتضى منصور المشرف عام على فريق الكره. في البدايه مبروك الفوز، ثلاث نقاط مهمه في مشوار الزمالك في الحفاظ على لقب الدوري العام. الحمد لله، طبعا فوز مهم، وقدام فرقه محترمه، فرقه سموحه فرقه محترمه، وكابتن عبد الحميد بسيوني طبعا مدرب كبير، فكان فوز مهم في وقت مهم، وان شاء الله نقدر المحافظين على الصداره. امير، ما شعرناش بالنقص العددي في صفوف الزمالك رغم الغيابات الكثيره النهارده في صفوف الفريق بعد انتهاء تعاقد بن شرقي ونجم وغياب ايضا طارق حامد وعدد كبير من اللاعبين زي امام عاشور. يعني هو بيقول لك هو صعوبه الماتش النهارده بالنسبه لنا ان هو كان بعد مباراه بطوله قدام النادي الاهلي، وكنا عايزين ان احنا نفصل اللعيبه، ما كانش في فاصل زمني كبير ما بين المباراتين، لكن اللعيبه قدرت الحمد لله ان هي تفصل، يعني تنسى خلاص مباراه الاهلي وتركز في المباراه اللي بعد كده. كان الهدف الثاني بالنسبه لنا ان احنا الناس اللي هتعوض غياب اللعيبه اللي مشي ونجم وكده ان هم يبقوا واخدين ثقه في الماتش ده، وان احنا نقدر نحقق المكسب وهم موجودين في الملعب. والحمد لله هم ظهروا بشكل كويس كلهم، اسلام جابر وسيد نيمار وطبعا شيكا، يعني مش محتاج اتكلم عليه، وقدرنا ان احنا الحمد لله نكسب ومكسب باداء كمان. شايف المنافسه على لقب دوري هذا العام هتكون عامله ازاي، خاصه بعد فوز ثلاثي القمه النهارده بيراميدز على الاسماعيلي والاهلي على الجونه؟ لا طبعا منافسه صعبه جدا وهتفضل لحد النهايه. احنا هنفضل مركزين في التراك بتاعنا، مش هنركز على تعثر اي من الناديين. احنا يعني لو قدرنا نكسب الثمان ماتشات المتبقيه بغض النظر عن نتيجه الماتشات الثانيه هنقدر ان احنا نحسم الدوري، لكن احنا بناخد كل مباراه لوحدها، وان شاء الله ان احنا نقدر مستمرين على الاداء وعلى المكسب. اخيرا، شفت ازاي انتقال طارق حامد؟ يعني لعيب كبير نادي الزمالك حوالي 8 سنين، من اللعيبه اللي ادوا كتير لنادي الزمالك، بتمنى له التوفيق في الفتره اللي جايه، ويعني وهي دي سنه الحياه يعني.